هنا من أذنب ذنب أي ذنب حتى لو كان صغيرا، فما من ذنب يذنب، ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، يعني يقوم فيتوضأ على صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لأن إذا أردنا أن نعرف أحسن الطهور ما هو؟ طهور النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أفضل من طهوره عليه الصلاة والسلام. وقد كان يتوضأ أمام أصحابه ونقلوه للأمة، ثم يقوم فيصلي ركعتين، صلي ركعتين يعني ركعتين خاصتين وليست من ركعات مثلا السنن الرواتب أو غيرها، ثم يستغفر الله. وهل الاستغفار يكون ضمن هاتين ركعتين وفي أثنائها أم بعدهما؟ قولان، من أهل العلم قال ثم يستغفر الله يعني في صلاته، ومن أهل العلم من قال بأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، فيستغفر بعد الصلاة، يقول بعد الصلاة، يقول ثم يستغفر الله، يعني يصلي ركعتين وبعد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكثر منها، أو يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أو يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، أو نحو هذا، إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. طبعا من المهم جدا هنا أن الإنسان يعتني بالطهور، ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، يحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله. إذن عندنا ثلاثة أشياء لمن وقع في الذنب. أولها أن يتطهر طهورا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بسننه وآدابه. الثاني أن يقوم فيصلي ركعتين لله يعني مخلصا فيها لله عز وجل. الثالث أن يستغفر الله بعد ذلك، يقول أستغفر الله. وهل له عدد؟ ليس له عدد، يستغفر الله كثيرا. نعم.